جزاكم الله خيرا. أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم، هكذا أحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هذا الحديث صحيح؟ هذا الحديث غير صحيح، نبه أهل العلم على أنه حديث غير صحيح، بل هو حديث ضعيف أو موضوع. نعم، الصحابة رضي الله عنهم قدوة بلا شك، دليل قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فلا شك أن الاقتداء بالصحابة رضي الله عنهم أنه عمل مطلوب، لأنهم خير قدوة للمسلمين، واتباعهم واتباع سبيلهم هو مما أمرنا الله تعالى به وأمرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم، الاقتداء بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، قوله عليه الصلاة والسلام: من فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. وقال عليه الصلاة والسلام: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الصحابة هم خير القرون، والاقتداء بهم مطلوب، لأنهم أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أصلح الأمة وخير القرون، فهم قدوة عليه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لكن الشأن في نص هذا الحديث نعم أنه غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي القرآن والسنة ما يغني عنه. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذن كون هذا الحديث ضعيف أو موضوع لا ينقص شيء من الاقتداء قدر الصحابة والاقتداء بهم. لا شكينا.